حق مع العلم. أي علم تتعلمه فهذه نعمة لا بد تشكرها. كيف يا أخي؟ تعلمت علم 100% تثق منه، هذا علم الناس. مثاله أنت تعرف القراءة، تعرف الكتابة، علمها الناس. تعرف الفاتحة، علم الناس قراءة الفاتحة. الكفار في هذه البلاد ينظر إليكم، ينتظر منكم أن تعلموهم الإسلام، لكن لا تتفلسف، يعني لا تخرج عن الموضوع، لا تظهر نفسك أنك شيخ كبير. لا تفتي، لا تناظر. الذي تثق منه 100% علم الناس. تقول الدين الإسلامي دين رحمة، الدين الإسلامي دين حق، الدين الإسلامي ينهى عن العصبية، الدين الإسلامي يأمر بمعالي الأخلاق، الدين الإسلامي أعطى المرأة كل الحقوق. نحن نعبد رب واحد، نحب عيسى عليه الصلاة والسلام، ونتوسط فيه، لا نعبده ولا نسبه. إذا لابد أن يكون لك دورا في هذا المجتمع. المسلم يريد إصلاح المجتمع، والله لا يصلح المجتمع بغير الإسلام. أهل الإسلام هم أول من يحافظ على نظام الدولة، نظام الحكومة. ندعو للرئيس، ندعو للحكومة بالهداية، لا نصنع انقلابات ومظاهرات وما إلى ذلك.